السلام عليكم الرجال في العالم معكم سفير كيليميني نتحدى اي واحد هاي اي ويل زيد نارسون الناس عاش اللي قايش العيبة مرحبا طاق فاي هذي زيد نارسون هذي اسمع صفاي معكم سفيل كيليميني يوتيوبر وخبير في الدراجات الناري. المسار ديالي بديت عادي كسيكليس، من بعد الشيء بقى كيتطور حتى ولينا شادين الدومين ديالي، وليت يوتيوبر دابا ومؤثر في اليوتيوب وفي انستغرام وفيسبوك. بزاف دزاير مغنيين مشهورين منهم الشابه وردة شاي، كاين بزاف ديال الماط. المهم اللي شادين دابا الساق هما 560 و اكس ادي بي، هما اللي شادين الساق. انا بالنسبه ليا 560 تاع ماكس، خص يكون عنده بير من اول حاجه، هادي هي اول حاجه يسبق لها. بيرمي ا 1 يقدر يسوق به 125، والبيرمي بي يسوق به اي موطور خدم اي موطور. لا قديم بالنسبه لي ما نقدرش ندخل في هادشي، فهمتي؟ حش موطور انت تشوفو عاد تعرف، فهمتي؟ تقلب وداكشي ما يمكنش ليا نقول لك. موطور خصك تشوف موطور جديد راه كيبقى ليغال، ما تخاف من والو. وموطور اوكازور ضروري كيكون فيه شويه ديال التخربيق والعيبات، وموطور كبير كيحط 320، اسرع موطور كيحط 320، موطور صغير 120 110 كيفوتاش. هو موطور الكريغر ما يديوش لك، دايره بين موطور كالليغار ما يديوش لك. بالنسبه لدوك الناس اخويا اش نقول لك، ماكينه 125 راه خصك تسوق بيرم 40، هو كيركب ماكينه راه كيفوت ديك السرعه اللي ما خصوش يحطها في داك الموطور كاع. موطور كبير راه كيشد الطريق، راه كتكون مرتاح، موطور صغير راه كتبقى غادي عاصره الله يدير الخير. يمشي بشويه ويدير الكاسك ديالو الله يدير الخير، هادشي اللي كاين اخويا. اس اش اخويا موطور اقتصادي ما كياكل والو، ومزيان بالنسبه للدراري اللي يلاه بداو كياخذوا الاس اش الاول، حيت ما كتاكل والو. موطور زوين، ماكينه زوينه وكيصبر بزاف. ماكس هذاك الموطور كيبقى بوحدو، عنده فرق كبير ما بينه وبين الدراجات الاخرين، واحسن موطور كيعجبني انا بعدا كاين، والموطور اللي عليه الاقبال كلشي كيموت عليه ذاك الموطور. كاين الصانيا سي 50، بيكان، دوكر، المهم كاين بزاف ديال الماركات، وكاين الصانيا هي اللي عليها اقبال بزاف كاع. بالنسبه للمواطر كبار اخويا راه كاع المواطر زوينين، كاين الاس اش تاع ماكس الروتير راه كاين بزاف ديال ليما. اسماعيل مسكين الله يرحمو دار اكسيدون حدايا باقي عاقل عليه، كنصح الدراري ما يجريو ما والو، يديرو كاسكات ديالهم وتكيسو في الطريق. بالنسبه للاس اش فيدونج الا كانت جديده خرجتها من لاميزا اول مره كديرو على 1000، كانت اوكازيو 3000 كيلومتر عاد كتبدل الفيدونج. تاع ماكس 5000 كيلومتر كتبدل. فيديو كليب باش اخويا اش نقول لك، كيعيطوا لي صحابي كندير معاه فيديو كليب، فهمتي؟ عندي افلام قصيره ومؤخرا غندير واحد فيلم قصير مع اخويا عبد الجليل اسير فاشمانينكا. ورسالة أخيرة الله يسهل على الجميع أخويا، ونتمنوا لهم السعادة، وبنادم يتكيس في الطريق، ورا الوالدين هما اللي كياكلوا الدقة.